يا مساء الخير والسعادة على كل مشاهدي قناة المحور في كل مكان. النهاردة يوم جديد وقعدة جديدة من قعداتنا الحلوة فهو وهن. طبعا زي ما انتم عارفين احنا بنناقش كل القضايا اللي بتهم كل بيت مصري. قبل بقى ما نتكلم في اي تفاصيل واي مواضيع خليني ارحب كالعادة بزميلاتي العزيزات نرمين ورند. ازيكم؟ اهلا اهلا. عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. وتاني حاجة عايزة اقولها لحضراتكم، انا مبسوطة جدا جدا ان انضمت لنا الجميلة زميلتنا مي الشرقاوي. ازيك يا مي؟ هاي مروان، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ انا سعيدة اني بقيت معاكم وبقيت جزء من عيلة هو هون. احنا مبسوطين اكتر بوجودك معانا بجد يعني. بس زي ما طبعا يعني انت اصلا من بنت المحور. أيوة. انت اصلا في برنامج تاني هنا. حقيقي. فانت انضميتي هو هون، انت نورتينا. ثانك يو، ميرسي. انا سعيده سعيده سعيده. المنتدى خسرتك واحنا كسبناك. لا انت بجد نورتينا مي، وان شاء الله هنبسطوكي. خليني امسي على كل الناس طبعا اللي بتشوفنا. النهارده يوم جديد وقعده جديده من قعداتنا فهو وهن. عندنا حاجات كتير جدا هنتكلم وهنتناقش فيها، واي حد عنده اي اقتراح ممكن يبعته على صفحه قناه المحور او على صفحاتنا احنا الشخصيه. اي حاجه عايزين تكلموا فيها احنا تحت امر حضراتكم. يعني انا كمان بدي احكي لك بالاردني شرفتينا ونورتينا. حبيبتي هو وهن مي، كثير مبسوطين اكيد لوجودك معنا في برنامج محكي بنحكي كلياته بالبريك. الدراما هتفضل في كل حته. بالضبط. لو في ستات في دراما. وبدي احكي اكيد على مشاهدينا مشاهدي قناه المحور، مساء الهلو عليكم. فردا يعني صراحه في كثير عندنا مواضيع رح نناقشها بحلقتنا لليوم، شويه فاشن على ستايلينج على اكل اكيد طبعاً. وفي كمان يعني كذا شغله، بس انا لازم احكي لكم بشغله قبل ما نبلش، وبدي اياكم انتم كمان مشاهدينا تعلقوا معنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا. زي ما حكت نرمين، هوس الترند وهوس السوشيال ميديا، هوس اللايكس، هوس الريتش، خلينا نقول صار الناس مو فارقه معاها شو المحتوى اللي عم بتقدمه. هاي. على قد ما فارقه معاها انه يكون عندها عدد معين من اللايكس او الفولورز او حتى الريتش. هاي. ممكن عشان يدخلهم مصاري ممكن لا، بس شو رايكم جد مرات عم نشوف محتويات غريبة عجيبة. أنا شايفة أن المشكلة دلوقتي أن كل ما الحاجة بتبقى أتفه ده اللي بيوصلها الريتش. للأسف الحاجة يعني كونتنت محترم أو هادف مفيش. معقول عشان إحنا مضغوطين انه احنا كتير عم نعيش بس في سلبي. حاجات تافهه قوي بزرق. يعني انا مش هذكر طبعا اسماء ولا هذكر اسماء صفحات، لكن مثلا بنشوف مثلا واحده وجوزها طالعين اللي هو ايه ده، انتوا بتقولوا ايه، انتوا بتعملوا ايه، او عايزين توصلوا للناس ايه. لا وفي حاجه كمان يعني هي نقول بقى اللي احنا عايزينه عشان هي هتبقى حلقه فل النهارده. اي راجل وست متجوزين هو مش يعني في لازم بيبقى في نخوه اخوت مصريه كده، هما بيهموش كل الكلام ده، المهم ان هما يجيبوا على فكره ترند، يجيبوا ترند عالي وده ما يفرقش معاهم بعد كده. وممكن يخلي بقى مراته تعمل اي فيديوهات واي يعني عارفه تلفت النظر عشان الفيوز بتاعها يبقى عالي، فده طبعا هيبقى مي دي مشكله كبيره جدا. بالضبط. انا بدي اسال صراحه مي لسبب انه انت من الجيل الجديد ودائما هيك بتلاحقوا خلينا نحكي البلوجرز والاشخاص اللي بيكونوا هيك مختلفين. خلينا نقول انت شو رايك بالسوشيال ميديا، هل بتهتمي بالسوشيال ميديا اذا جالك كثير لايكس؟ ماليش في السوشيال ميديا خالص. No. انا ما بحبهاش ولا انا زي ما بنزل بنزل صوره عشان انا عايزه انزلها. أوكي. مش لازم انزلها. أوكي. ومش لازم انزل مثلا رايحين دينر او بنخرج مع بعض كل حاجه اتصورها. ايه يا جماعه، انجوي ذا مومنت. يعني حاجه حزينه حزينه ان خلاص كل حاجه مش بس انجوي ذا مومنت. انا دائما بحكي مش عشان الواحد يستمتع هو باللحظه اللي عايش فيها، في شغلات مش ضروري المتلقي انه يعرفها عنا. بالزبط. يعني اذا انا رحت اجازه مثلا مع اولادي ولا عملت لي شغله بتخصني انا ما لهاش دخل بالشغل، ليه انا احكيها لكم؟ في ناس بتكون مش لاقيه تاكل. في بوست يا جماعه نازل على الفيسبوك اللي هو ايه، انتوا هتنزلوا صورتكم تقعد في الستوري 24 ساعه وانت هتقعد في سريرك اسبوع. انا بيحصلني. حسد. انا مع ان انا يعني بني ادم اقل كمان من العاديه. انا انت اما ما تقوليش كده نرمين، لا يعني هو فعلا في ناس نجمهم خفيف. نرمين من الناس دي. انا انزل الصوره من هنا مامي تقعد تقول لي يا بنتي بلاش يا بنتي، اقول لها طب ما هو انا طبيعه برضو شغلي انا لازم ان انا اشتغل على السوشيال ميديا. طيب خليني اتكلم على موضوع تاني، وعلى هو هوس من نوع اخر برضو على السوشيال ميديا، وهو هوس الشوبينج. اكيد كل انت دي انت دي دي هوا الشوبينج. دي مجنون شوبينج. يعني كم من جزمه لسه مروه كانت بتقول لنا اشتريت مش 70 جزمه او حاجه 28 جزمه. ليه يا حبيبتي؟ يعني انا هقول لك على حاجه، انا بحب الحاجات اللي فيها عروض، انا بعشق العروض. يعني انا اروح اي مكان فيه سيل، خذي بالك انا بسافر مره بس في السنه، فلما بسافر بجيب كل احتياجاتي وانا جايه، اصلا ما بجيبش حاجه من هنا لان فعلا يعني اضحكهم عليكي. يلا بينا. بصوا من كم من اسبوعين كده لقيت مروه بعتالي، لقيت شكل سندال
فبقول لها ايه يعني ما فهمت، بقول لك ايه بيشوفي لي لو يعني وانت ماشيه كده لقيتي حاجه زي كده اتكعبلتي فيه. هي ماما كفايه يا حبيبتي يعني ما شاء الله عندها لبس كتير جدا فاهمه شويه، بس يعني خلينا نقول ان احنا برضو بطبيعه شغلنا بنحب ان احنا نلبس وبنحب نغير وبنحب الموضه وبنحب الحاجات الحلوه عشان دي اللي بتبسط اي ست. وعلى سيره اللبس صراحه اليوم كمان يعني انا واحده من الناس عكسكم تماما، انا ممكن عمليه جدا انا كثير عمليه جدا، انا في حياتي انا احب البساطه جدا جدا جدا، مش هيك انا بحب الإشي اللي بيريحني انا عمري ما بلحق الترند بالظبط يعني مثلا في شغلات ممكن تكون كثير فاشن وان بهذا السيزون انا مثلا ما حد فيكم كان حاجه طلعت ترند وتري عليها وعملها مي؟ لا ما اعتقد. انا وانا تريقتي على ايه؟ طب فكري على الجينز المقطع. لا بس لا الحاجه دي طب انت اول ما نزل كان شوي غريب انا عارفين يعني انا مثلا وبرده ما كنتش متقبله في الاول عارفين البرمودا جينز اللي هو شورتس بس طويله اللي اول هي بايكر جينز ايوه انا اول ما طلعت هو ايه ده زي كانه بنطلون قصير عليكي وقصتيره انا كنت موضه جدا وتقبلته لا انا كنت بتريق على مثلا نلبس ليجينج والناس بتتريق عليك والسوكس او الشراب فوق. لا دي هقول لك بقى أنا دي انا عملتها لا دي الولاد الصغير يعني ان اللي بنتي على طول بتعمل او انا لا ما تعملهاش تاني لا. طب حاجه تانية ابني كان عاملها يلبس السوكس او الشراب وعلى سليبر لا دي عادي لا دي انا وقتي بالمدرسه كان بالمانيا نازله كثير هاي الموضه فانا عملتها فالناس تستغرب تكون الدنيا شتا في سوكس ولابس سليبرز بغض النظر كل واحد له ستايله انا بحكي كل واحد له جميل بطريقته المعينه بس للاشخاص اللي هيك بيحتاروا شو بدهم يلبسوا ما بيعرفوا يلبقوا لبسه على لبسه بنطلون معين على شميز كيف بس شميز هي طلعت معي مصري على شميز على توب شو مكان لازم تتابعوا فقرتنا يعني اليوم رح يكون معنا ستايلست جميله جدا 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 لتحكي لنا شو بدنا نلبس وكيف نلبق لبساتنا يعني في كتير اشياء لذيذه طبعا يعني الحلقه دي الفقره دي هتفيد ناس كتير الناس اللي عندهم دايما اختلاف في موضوع اللبس انا هلبس ايه وانا رايحه الشغل انا هلبس ايه وانا مثلا رايحه الجامعه انا هلبس ايه وانا رايحه مثلا انترفيو ففعلا يعني بيبقى في اختلافات كتير وفي البنت دايما بتكون محتاره لما تيجي تلبس انا عن نفسي انا يعني لما باجي اسافر كمان الساحل اللبس بقى مختلف قصه ثانيه ده موضوع ثاني طبعا بس انت كمان يا مي اعتقد هيبقى معاكي فقره خطيره برضه ايوه حقيقي صح هو زي ما السوشيال ميديا ليها مساوئ فيها ليها ايجابيات انا شايفه ان هي منصه كويسه جدا طبعا. ان اي حد يعرض موهبته عليها في الفتره الاخيره لوكال براندز مصريه كتير جدا انتشرت وكل براند بيبقى ليه طابع خاص النهارده هيكون معانا ساره فايد هي بنت عندها 23 سنه فاشن ديزاينر مش عايزه احرقكم اي تفاصيل هنشوف الفقرات الجايه ان شاء الله يلا من احنا هنتابعها طبعا يعني ختامها مسك طبعا انتوا عارفين همنا على بطننا يعني معروفه يعني زي ما قلتوا في حلقات قبل كده دي احلى فقره مش في البرنامج دي احلى فقره في حياتي طبعا طبعا يا جماعه الاكل وفي احلى من الاكل اكل متعه يعني في احلى ما فيش احلى من الاكل هيكون معايا ان شاء الله في اخر فقره الشيف الجميله ريم محمود هتعمل حاجتين اول حاجه فراخ مشويه بدبس الرمان انا بعشق دبس الرمان بموت فيه حتى على الورق العنب بموت فيه عملته امبارح بقى بالسجق ودبس الرمان الله لا اعزمينا بقى أيوة. والله العظيم لا عايزه اقول لكم ان رمين بتعمل اكل حلو يعني رمين بتعمل اكل والله العظيم اساليها لا انا بعمل خلاص احنا في عندك خلاص بقى لا واحنا كنا سناكي كده لا وعايزه اقول لكم على حاجه اي حد بيجي البرنامج هنا لازم طبعا يبقى ست بيت طبعا لازم تبقى ست بيت طبعا ست بيت مصريه معتبره طيب خليني اقول لكم احنا هنعمل مع الفراخ لازم بعد ما هنحدق هنحلي معروفه يعني طبيعي. هنعمل بقى او مش انا يعني ميني اكليرز واذا ما بتخلي لي بموت فيها ما بتروحيها بتجيبي لي اياها على البيت من علي هاكل معاكي طب خلاص خليكي استني شويه لا احنا نستنى هي لا بتجيب لنا حاجه والله احنا ندخل على المطبخ وانت شغاله ممكن تدينا هيدي ميني اكليرز نوصل لك على الطريقه وخلاص يعني انا الفقره دي واخداها اللي هم خلاص هم الثلاثه يكونوا مشيوا خلاص انا اقعد بقى انتوا قاعدين على قلبي طيب ايه رايكم نطلع لفاصل يلا طيب قبل ما نطلع فاصل بما انكم يعني كنتوا بتتكلموا عن الاكل الكلام كده دايما بيجيب بعضه عايزه اعرفكم بقى على بانيه ابو مي دي ايه حكايه بانيه ابو مي ده بقى دي وصفه حكايه في كفر الشيخ بطلتها نموذج لست مصريه جميله مكافحه بتحاول ان هي تعمل حاجه جديده هي عندها على فكره 28 سنه معاها ليسانس اداب
قسم علم نفس، يعني قسم علم نفس، ووالدها كمان صاحب محل سمك في كفر الشيخ، فتعب شوية نزلت هي المحل وابتدت يبقى ليها سوق، وتعرفت جدا جدا وعملت كمان يعني حاجات كتير جدا على السوشيال ميديا عشان تتعرف، عملت صفحة وعملت فيديوهات كتير، والموضوع معاها يا نرمين انتشر. أنا عجباني جدا، حاجة حلوة جدا جدا أنها تعمل وصفات وتنتشر، خصوصا كمان أنها بنت فعايزة تنتشر عشان تصرف على أهلها. جدعة ليا تعليق طبعا على الموضوع ده، أن هي أنت شابو ليك يا مي، برافو عليكي، ما وقفتش فيه شباب كتير جدا، شباب كمان حطوا 100 خط على شباب بيقفوا ويقول لك اصل ما عايش واصل مش عارف واشتغل ازاي. مي ما وقفتش خالص على فكره، وبنت صغيره ممكن واحده تقول لك ايه انا عايزه اتجوز وعايزه اعمل، برافو عليك يا مي، ربنا يكرمك. دي ايجابيات السوشيال ميديا اللي احنا بنتكلم عليها، ايجابيات السوشيال ميديا. وعايزه اقول حاجه تاني غير ان السوشيال ميديا طبعا ليه ايجابيات كتير، عايزه بقى اروح لمي واروح لجيل مي. مي انت في السن الصغير البنت تقول لك لا انا مش قادره اعمل حاجه، انا معتمده على اهلي، انا انا انا، ايه رايك في البنات اللي في السن الصغير اللي بيحاولوا ان هم يكونوا نفسهم؟ انا حاسه ده بيرجع يعني حسب هي اتربت ازاي او البيت اللي هي جايه منه. برافو عليك. في اب يشجع البنت، يعني انا بابايا الله يرحمه كان على طول يشجعني، مي انت لازم تبقي حاجه، وعلى طول كان شايفني مذيعه من وانا صغيره، انت مذيعه بس. فانا مامتي وبابايا من زمان بيشجعوني على الشغل، واهم حاجه في كيان البنت هو شغلها طبعا. برافو عليك. فهو حسب البيت اللي البنت بتيجي منه يعني طبعًا. صراحة مي مثال للبنت المكافحة، وانتي مي شرفتينا نورتينا، بكيف نجامل بعض.